El agua es un elemento indispensable en el Mediterráneo, sobre todo para el sector de la agricultura. Dentro de este contexto, históricamente, la gestión del agua de riego es algo que viene asociado al hombre. Sin embargo, en las últimas décadas hay una participación muy activa de la mujer en este sector. أنا نتني السرحلن ثلاثة أنا نتني السرحلن ورلين وامان أمان غسيف ما فادت تقمن وريلي يرقيون بلا الصير وإذا رديوك مدنا أدعي أدوين مكي تروانسن بقنت مغاريل بلا مان أرى غرمينا سين تروانسن الدون غنى نتني السرولن أنا نتني السرولن وردار نغلين وامان ورفين الحلتي وامان إوا المهم غنتنسحهم. تاك من طرا دينا هاد الزينين والسوق رنتيات الا ما تنتيت نغوغارس خدمت ما سنت ادراس نتبدل بهيم غير سنت غيدا دوك من طرو فين ما سنت تعاوننا حتى سين ايوا بقى نت مغارين حيت شهر دنا غنسني انا اللي غربل جغي هادي غير كنرى ما نوصل عند بيغ اصلا نلقى الحيل بو
باش هذيك الساقم كدنيت اللي خدمت حتى قوم تشقاق ديامي مشتا الحاجه بزاف دوري اللي ما نقرا غنيت اللي ما غنقرا المدرسه تاع كوك راه كيما ترسيت راه لوقتين وري اللي ما درتي ليه وري تفوق الداخليه انا فوق صافي قاتو صغي دار السيف تريد داغ صغي دار تاع السقاي سد البهاي شقا وما غلا وما نرد هنا شوي هاكا كثر لا خديجه فغاز المدرسة على حساب ما نشكري اللي مديت تاكم انا يتما لا تلات وري بزاف ونفوز المدرسة على حساب اما لا البهاي اما نيت لا ندرنا قرب نورجيني الصابون ورجيني تيران الحليب كلشي ما الا نورا سليقن ايوا المشكله درنا انا ما تقادو غراس يا كوك دي من جواسي كنف هيك في العين ايوا تعرض نتا والو وقت نتا نقور نورين الناس اللي زون داك دارسن اي دارسن اللي غير مزير تاع غير كيرزن على مجرنا رواتنا اركسان اركسان البهايم ورغرين مرسين ما زاد تدون ايوا غادين تجي لا الدين تن غير كي راه يسكر المستقبل نجي راه غير يسكر البلاص تي راه يخدم فوق عيشان ما يزيد تدو ماشي زون دا دنيا صافي المشكلة أنا شقاوي دوري غرينا زند البهيم مثلا بحال بحال اللي ما قراش بحال عندنا فورين تربة دغيا بالنسول لك ودين دين كرين نكور شلوري تامازير تورقي سامان ورقي سغرس ورقي سلخدم تورقي المدرسة تشفاقين غاندا يتوري رقوق ونغانا كل غران الدراري هاتنتا زنتا سنت دبرتا سنت كروتا سنتا ويتا ما جشتانا سنت فيت الفلوس وبات سنوري خديم ماني ردكني قريض صافي وانا قال المشكل صافي السيدات في مصر دلوقتي عندهم مشكلة الحقيقة بيواجهوا مشكلة ممكن يكونوا بيواجهوا مشكلة لأن معظم أزواجهم بدأوا يسيبوا الأراضي الزراعية ويتجهوا إلى المناطق الحضرية للبحث عن مصدر الرزق المختلف أو يسيبوا البلد إنهم يسافروا إلى بلاد أخرى عشان لنفس السبب اللي هو البحث عن مصدر عيشة العائلة دي فبتضطر الفلاحة انها دلوقتي تتجه الى الارض الزراعية وتبتدي تزرعها فاصبحت هي مثقلة مثقلة بزراعة الارض مثقلة بتربية الاولاد مثقلة بانها تأمن مستقبل اولادها فالحقيقة اصبحت دور الست اصبح واضح جدا جدا في زراعة الارض واتجاهها للاراضي الزراعية الآلية اللي استخدمناها كوننا لجنة لإدارة الصراع حول مياه الري وكانت هي دي الآلية وندرب الناس ازاي يديروا الصراع بالطرق السلمية عن طريق التفاوض مش عن طريق الصراعات ما هو دور لجنة المرأة والندوات مقترح وبعد كده نزلنا نفذنا تديها انتوا عملتوا ايه عشان الستات تجيبوا البيانات وعشان نعرف اسباب الصراع عشان من اسبابها نقدر نحلها
عامه، لان هم اساس او اجتنب الصراع، بل بالعكس ان انا ازاي اتفاوض، لان مشاكل المياه كانت مشاكل كتير جدا، ودي بتاثر على حياتهم المعيشيه، بتاثر على الظروف الصحيه. معلش هنطلع الشارع دي يعني ولا فكانت هي سبب الصراع، لان هم اتخانقوا الاثنين على الميه هيسقي الغد بتاعته، ودي مش ميعاده، لكن الزرع كان محكم ان هو يشرب في اليوم ده. ف يعني بدا بينهم صراع، ان هو ما رضيش يديله الميه، وقال لا ان الميه قليله وانا ما اقدرش اديك تسقي ليله، وانا غايتي الميه تفوتها. احنا غلطنا ماشي، بس زرعنا احنا اولى، انما جوزي جه مفتري حتى ما سالش. هو كان جوزي ما كانش يعرف ان الميه على غاكم انتوا، هو فتح المساء على اساس ان ما يعرفش ان الميه واصله عندكم انتوا. ايوه، ولازم أن الخضار يسيء. ايوه طبعا، لان انت الخضار بتاعك يصبر ساعه، انما انا الخضار بتاعي عايز يسيء الساعه دي او اليوم دي ده، ما ينفعش ان هو يتاجل بعد كده. لازم نعمل اي حاجه، لو حتى فعل الواحد هيضطر رقبته. وانا كنت في اليوم ده كنت هناك في الغيط، فقلت لها، فبدات ان انا اقول ان هي مثلا السبب، وبدات ان انا اهدي الموضوع، وبدانا ان احنا نرد الطرف الثاني. الفلاحين المشكله كلهم بيعيشوا فيها، يعني الفلاح واولاده وكل الاسره بتعيش المشكله دي. يعني هي قعدت يعني مده سنه، قعدت اكتر من سنه. احنا مثلا الابله ايمان قالت لي ان ده غلط، فعلا كان غلط، وكان غلط في وشهم هم وفي وش الناس اللي هي اكبر من كده، غلط في بلاد تاني. أيوة. يبقى احنا الحل في ايدنا احنا، ان احنا مثلا لو ليه جوز وجوزك مع بعض بيتخانقوا، نحاول لا أيوة. احنا ما نتكلمش، نحوش ده ونحوش ده. أيوة بس ما نقفش ببعض او ما نعملش اي مشاكل تاني. أيوة. لا، عايزين نخدم البلد، عايزين نخلي ما فيش صراعات، عايزين نخلي الناس تعيش في سلام اكتر من كده، ويعني والناس تكون ناس في استقرار وكله راضي وما فيش خلافها اي حاجه خالص. La mujer no solamente participa en forma importante en todas las actividades agrícolas, sino que además ejerce un papel fundamental en el aprovisionamiento del agua dentro de la familia. Es ella la que tiene este papel fundamental de ser el guardián de la salud de la familia en todo lo que se refiere al agua, que es un papel muy importante. البحر المتوسط. ما علينا في الكلام دوت، ولكن احنا عندنا درس هنا. النيل بيقول ايه؟ لو بصينا في الكتاب بنقول النيل نهر عظيم. شايفين النيل نهر عظيم مش كده؟ وهو اطول انهار الدنيا. وبنعمل ايه تاني منه في النيل ده؟ بنصطاد السمك، وبنزرع بماء الصحراء. بمية النيل برضو بنزرع الصحراء عشان يطلع لنا خضار ويطلع لنا ايه؟ الاكل والقمح اللي احنا بناكله مش كده؟ طيب المراكب بتسيبش فين؟ في النيل، بتحمل البضائع وبتحمل مين؟ الركاب مش كده؟ طيب النيل بيبقى عنده فيضان فين؟ في الصيف. فيضان يعني ايه؟ العرب
متأكدة حتى قال أمنية شكو تغري قال الأمنية تغري قال الأمنية يا غرام نادم دايت تريح قكرة الحلم وما غرام غرادي وريليات صافي